Today we did this cookies dish. It looks very good and tasty. Follow us step by step. I'm gonna show you how we're gonna do it. سوينا لكم هذا اليوم طبق البقسم بالسمسم. تابعونا خطوة خطوة شلون راح نسوينه. Yeah, do not forget to support us with a subscribe, comment, and share. نشكركم على دعمكم للبرنامج وتشجيعكم بالسبسكرايب and share and comment. شكرا. Good afternoon. Welcome back to our channel again. Test through time with the chef Nimet Sliman. And our special dish today is going to be cookies. We call it baksam. مساء الخير الجميع واهلا وسهلا بكم مره ثانيه مع الشيف نعمه سليمان. والطبق مالتنا اليوم اللي هو البقسم بالسمسم. خلوكم معنا راح نشوفكم شوي خطوه خطوه شلون راح نعمل. For our cookies today we're gonna need 4 eggs, sesame seed, 1 cup of sugar, 1 cup of coconut, 1 cup of oil. We're gonna need cardamom for the a little bit we're gonna use, and we're gonna use a baking powder and flour. This is the sesame. I put it here. If I need more, I'm gonna put more. Okay. نحتاج البقسم مالتنا 4 بيضات. أنا راح أكسرهم الأربع بيضات وحاول أخفقهم بالشوكة هسا وبعدين أخليهم بالمكانة. راح نحتاج كوب من الشكر ايضا راح نخليه. راح نحتاج جوز النرجيلة وراح نحتاج كلاص من الزيت النباتي. بقية المواد راح اضيفها بعدين. الطحين راح اضيفه تدريجيا. السمسم راح بعدين بالاخير نستخدمه. يا بعد ما خفقنا البيض مع الزيت مع الشكر والجوز النرجيلة راح اضيف الطحين تدريجيا للمواد هذه والى ان تتماسك العجينة. انا خليته 3 كبات هوني من 3 كلاصات من الطحين، لكن اذا ما احتجته بعد راح أضيف تدريجيا إلى أن تتماسك العجينة كويس. راح أضيف نص معلقة كوب من الهيل. هاي بكيفكم الأطعام شلون تريدوها. وأيضا راح أضيف معلقة من البيكنج باودر، معلقة كوب متروسة. This is the baking powder. العجينة مالتي بين كثير كويسي. أمسكها هكذا بهالشكل، هذا يعني العجينة كلش مليحة. This way looks very good. So I'm gonna put it in the fridge for 1 hour. Then I'm gonna do it like a cookies. Yeah, العجينة مالتي جهزت مثل ما تشوفون. هذا القوام ماله، القوة مالته. وصراحة خليها بالثلاجة مدة ساعة وبعدين أطلعها أسويها بقسم. راح أغطيها. العجينة مالتي مال البقسم طلعتوها بعد ساعة من الثلاجة. بين شكله كثير كويس والقوام ماله مليح. I cut the dough like a finger this way. Then I'm gonna push a little touch, just a little touch, and then I'm gonna put it on the
in milk, the milk. Then I'm gonna put it in sesame seed. مثل ما تشوفون قطعت العجينة على شكل أصابع وهسه راح أخليهم بالحليب وبعدين راح أطلع أخليهم بالسمسم. مثل ما شفتم مثل ما تشوفون قطعته وهاي خليته بالحليب وهسه راح اخليها بالسمسم وراح اخليها بالصينية جاهزة للفرن. هاي هوم ميد كوكيز ready to put it in the oven. I'm gonna put it on 450 degrees. It's supposed to be hot the oven. So البقسم مالتنا جهز هسه راح اخليه بالفرن مدة الى ان يتحمص على درجة 450 درجة مئوية. لازم يكون الفرن حار. Yeah, I'm gonna put it in the oven now. Perfect. لتونه بالفرن مدة 40 دقيقة ويكمل البقسم مالتنا. Alright. هاي الصينية مالتنا طلعناها من الفرن. تحمصت كثير كويس. شوفوها هذا البقسم الطيب. Yeah, الطبق مالتنا جهز البقسم راح نذوقه. We're gonna test it. Looks amazing. Number one. كلش طيب. جربونه. Thank you.